الهدف من الفيديو بتاع النهاردة ان انا اجيب لك كلمات متشابهة جدا في النطق لدرجة ان احنا بنتلخبط ما بينهم واحيانا بنستخدمهم مكان بعض غلط. هحاول انطق لك نطقهم الصح ووريك الاختلاف ما بينهم في النطق وفي المعنى عشان تقدر تستخدمهم صح وبطريقة مناسبة. يلا بينا. اول كلمتين معانا وبنتلخبط فيهم جدا بالذات الناس المبتدئة لسه بتتعلم انجليش، كلمة want يريد want وكلمة went ذهب أو راح. ناخد مثال: I want water أنا عاوز مية. I want water لكن ذهب أو راح. He went to the party هو راح إلى الحفلة. He went to the party. تاني كلمتين معانا، كلمة chief chief يعني مدير أو رئيس أو قائد chief و chef يعني طباخ محترف. أوكي، فالكلمتين بيلخبطونا جدا. chief chef chief chef الch هنا في chef ما بتتنطقش الت، بتتنطق شه بس زي الاس اتش chef. اللي بعد كده owner مالك و honor شرف الشرف honor. خلينا اديك مثال: he is the owner of the company هو مالك للشركة. تحت: it's my honor يا ولاد ال dogs it's my honor شرفي. اللي بعد كده buy يشتري تشتري حاجة و pay يدفع. دول بيلخبطونا جدا بالذات كمبتدئين. buy يشتري pay يدفع. I buy tomatoes أنا بشتري طماطم. I pay money أنا بدفع فلوس. أكيد بدفع فلوس وما هدفع فلوس سوداني. المهم مثال يعني I pay money buy pay. معانا كمان coffee المشروب القهوة اللي بنشربها the drink و cafe واخد بالك ضغطت على المقطع التاني المكان اللي بنقعد فيه cafe أديهم لك في مثال واحد وحاول تكرره معايا. I drink coffee at the cafe coffee. عندنا كمان كلمة heart قلب بنخلطها مع كلمة hurt يأذي. heart قلب hurt يأذي. خلينا ادهم لك في مثال واحد برضه عشان تفتكرهم. لما تحب تقول لواحد انت اذيت قلبي او واحدة يعني في الغالب يعني you hurt my heart انت اذيتي قلبي. دي اول حلقة في سلسلة الكلمات المتشابهة وانا شرحت 6 حالات بس. لو عاوزني اكمل في السلسلة ديت واشرح حالات اكتر please share and like. شكرا وخليني اشوفكم على خير.